عاوزين غرز تونسي، عايزين غرز جديدة. حاضر، طلباتكم أوامر. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله بداية سلسلة جديدة وهتكون مستمرة معانا، وهي غرز الكروشيه التونسي. هعمل لكم السلسلة دي ورا بعضها، وعشان التفاعل قل على القناة فانا هديكم كل اللي عندي قبل ما اسيب القناة دي. خليكم متفاعلين وشجعوني ان انا اكمل لكم السلسلة دي. النهاردة هنشتغل مع بعض غرزة الباسكت، ودي غرزة محببة جدا في الكروشيه التونسي. هبتدلكوا بالغرزة دي لان انتوا اخدتوا الغرزتين السابقين، لان هي بتتكون من غرزتين مع بعض. ايه هما؟ الغرزة العدلة والغرزة المقلوبة. قبل كده اتكلمنا مع بعض عن انه في غرز لما بتتجمع مع بعضها بتبتدي تكون لي غرزة تانية خالص باسم مختلف خالص عن اسامي الغرز دي، ودي غرزتنا النهاردة، غرزة الباسكت. غرزة الباسكت مكونة من غرزتين، الغرزة العدلة والغرزة المقلوبة. الغرزتين دول هما اللي بيكونوا لي شكل الغرزة دي، ولكن هي بتبقى ماشية على أعداد. الغرزة ليها وش وضهر، وتعتبر من الغرز المتوسطة السمك. مش عارفة انتوا بتتشائموا من أصوات الغراب والكلام الفاضي ده، ولا بتعتبروا طائر عادي خلقه ربنا. هستخدم معاكم الخيط ده، الخيط ده هو خيط إليزا قطن، هشتغل بيه معكم. اول حاجة لازم تعرفوها، وانا مخليه لكم الفاتورة دي على اساس ان انتوا تفهموا معايا الغرزة ماشية ازاي. غرزة الباسكت انا ممكن اعملها باي شكل زي ما انا بعملها في الكروشيه العادي باي شكل. بمعنى احيانا بتلاقوا الغرزة الباسكت عريضة قوي، واحيانا بتلاقوا غرزة الباسكت رفيعة خالص كده وشكلها جميل، وتقولوا يا ترى دي غرزة ايه؟ دي غرزة باسكت. النهاردة هعمل لكم الغرزة دي، والغرزة دي عريضة. المرة الجاية ان شاء الله هعمل لكم الغرزة ولكن على رفيع عشان تفهموا الفروق وتعرفوا هي بتمشي ازاي معانا. طبعا دي تبديلاتها شوية بعيدة عن بعضها وكبيرة، انما الفيديو الجاي ان شاء الله هتكون الغرزة دي على صغير وتبديلاتها اسرع بكتير، وهتفهموا يعني ايه تبديل بعد شوية. كمان الغرزة دي هتشوفوها معايا تريكو، وكده هبقى شرحت لكم نفس الغرزة تريكو كروشيه، ولكن في اختلافات تشوفوها ان شاء الله في فيديو التريكو، او هنقارن ما بينهم في فيديو لوحده، لسه مش مقررة. شاركوني رأيكم في التعليقات وقولوا لي ايه رأيكم، حابين ان انتوا تشوفوها تريكو زي ما هتشوفوها كروشيه تونسي معايا، وهتشوفوها بالتبديلات دي ولا لا. هنبدأ على طول. اول حاجة هبتدي بصف البداية، وصف البداية هيكون قايم على اعداد بناء على شكل الغرزة اللي انا عاوزاه. بمعنى انا هنا عاملة الغرزة 4 و4، يعني 4 عدل و4 مقلوب، وبفضل ماشية كده على حسب العرض اللي انا عاوزاه. طبعا انا بسستمها، طبعا هعملها معاكم صغيرة. وهنا مثلا 4 عدل و4 مقلوب، هعمل لحد هنا، فمثلا 4 و4 كده 16 غرزة. اول حاجة عقدة البداية، استخدم معاكم ابرة رقم 4 برضه، وهعمل معاكم 16 غرزة. 3 4. احيانا بتشوفوني شغالة بالابرة الصغيرة وبتقولوا انه ينفع ان انا استغنى عن الابرة الكبيرة بالابرة الصغيرة. ينفع لو انت هتشتغل 16 دول بس وهم قطعة وخلاص على كده، ولكن لو هي مشروع او بروجكت كبير الابرة الصغيرة هتسبب لك مشاكل في ايديكي، فياريت ما تستخدموش الابرة الصغيرة. روحوا على صندوق الوصف هتلاقوا ابر التونسي، هتعرفوا توفروها منين. هعمل 16 غرزة، 15 وادي 16. بفضل دايما اخد الغرز بتاعتي من ظهر السلاسل، ودي بتكون افضل وبتخلي الغرزة بتاعتي شكلها حلو زي ما قلنا من قبل، بتنظم لي شكل الاطراف، بالذات لو هعملها كوفية، هعملها ايس كاب، هعملها بلوفر، هزود عليها بعدين اي حاجة تانية، هيبقى براحتي والمسائل معايا هتكون اسهل بكتير. باخد كده من ظهر السلاسل، وطبعا المرحلة دي بتاخد شوية وقت. خدت كل حاجة على الابرة، دلوقتي هرتفع سلسلة وهسحب كل اتنين مع بعض. بالشكل ده، تمام. بعدين بقى اعمل ايه؟ اول 4 هيكونوا
غرز عدلة، فبدخل في نص السلسلة. ادي السلسلة يا بنات كلها اهي، انا بدخل في النص كده، شايفين بسحب ازاي؟ تمام، باخد 4 الغرزة اهي، كل اللي بعمله بس بدخل كده وبسحب. تمام، 4 طبعا باللي على الابرة دايما بتتعد عشان ما تنسوهاش. الغرزة المقلوبة لف على الابرة لقدام. تمام، ودي ليها طريقتين بنشتغلهم بيها. وبعدين بروح كأني هعمل غرزة بسيطة، ادي الغرزة اهي ليها طرف قدام وطرف من ورا. الطرف اللي ورا ملناش دعوة بيه، اللفة بتاعتي على الابرة اهي، ادي الغرزة، باخد الطرف ده من هنا، اروح منزلة اللفة. تمام، واسحب الخيط، لف على الابرة لقدام، اخد الطرف، انزل اللفة، وبعدين اسحب. تمام، في طريقة تانية ان بسيب الخيط خالص كده لقدام قدامي، بعدين باخد من هنا واروح كده. تمام، امسك وايه واسحب كده، بتتكون غرزة مقلوبة. وكده بتتكون غرزة مقلوبة. الطريقة المفضلة بالنسبة لك استخدميها من هنا اهو، ادي الطرف واسحب. طبعا الغرز العدل غرز سهلة وتعتبر من الغرز السميكة وبتكون متماسكة في الوقت نفسه، شايفين من هنا اهو بدخل وبسحب. تمام، ادي السلسلة كلها اهي. تمام، بدخل فيها اهو، في هنا مربع ما بين كل سلسلة والتانية او فراغ، بدخل انا هنا كده واروح سحبة الغرزة بتاعتي. تمام، لف على الابرة لقدام لان دي غرزة مقلوبة. زي ما انتم شايفين ابتدت بغرزة عدلة وانتهت بغرزة مقلوبة، ده مش صح. ليه؟ لو انا بعمل كوفية او بلوفر انا مضطرة اوازي الشكل، يعني هبتدي بغرزة عدلة لازم انتهي هنا بغرزة عدلة، ما ينفعش ان انا انتهي بغرزة مقلوبة. لو الكوفية تبقى شكلها سيء جدا، ولو بلوفر هيبقى مش مظبوط، هيبقى باين ان هو فيه شيء ناقص، فهزود 4 كمان. فهمتوا ليه دايما بنجرب في اول صف؟ عشان الحركة دي، فعايزة اوازي المنظر. فقبل ما اوجع دماغي خالص هعمل عدد سلاسل، وهقول مثلا 4 مقلوبين ودول البداية، وابتدي اعد 4 مثلا عدلين، عفوا 4 عدلين و4 مقلوبين، 4 عدلين 4 مقلوبين، وهكذا. لازم اشوف انا انتهيت عند انهي جزء منهم، لان دي باسكت زي ما قلنا، فلازم انتهي بالعدل زي ما ابتديت بالعدل عشان اوازي المنظر، مش عشان اي حاجة تاني ولا عشان ان دي خطأ، ولكن هي من ناحية الشكل العام هتكون شكلها مش مميز قوي. فهرجع تاني اعمل نفس المراحل وازود كمان 4 عشان العدل هنا يكون شبه هنا. عملت 20 سلسلة، وهاخدهم دلوقتي من ظهر السلسلة كده. انا كبرت لكم الخيط واستغنيت عن الخيط ده عشان بس التوضيح، ولكن هنشتغل بالاتنين مع بعض. بعدين برتفع سلسلة وبسحب كل اتنين مع بعض. المرحلة دي هي موجودة في دروس تعليم التونسي صف البداية، وفي صف كمان لو حابين ان انتوا تفهموا اكتر عن التونسي. بعد كده بعمل ايه؟ بروح اخد 4 غرزة عدلة، بحسب اللي معايا على الابرة، بدخل كده في نص السلسلة وبسحب. فين السلسلة كلها؟ السلسلة كلها اهو، بيبقى ليها طرف قدام وطرف من الظهر. انا بدخل في النص كده، وعشان اسحب طبعا لازم اروح على الفراغ ده، شايفينه؟ ادخل كده اخد الخيط واطلع بيه كده، بكون غرزة عدلة. تمام، الغرزة المقلوبة لفة على الابرة واللفة لقدام مش لورا. تمام، موجود عندكم الغرز دي، هتلاقوها في صندوق الوصف، افهموا عنها اكتر واعرفوها. بعدين بروح على الطرف اهو، الطرف. تمام، هروح منزلة اللفة اللي لفتها وبعدين بسحب. لفة على الابرة لقدام، ادي طرف السلسلة، انزل اللفة، اللفة طبعا لازم تنزل لقدام، وبعدين بسحب. دي كده بتكون لي الشكل
الخاص بالغرزة المقلوبة. غرزة عدلة، ادي الغرزة اهي، بدخل اسحب، طبعا بدخل من نص الغرزة، ادي الغرزة اهو، انا كده دخلت تمام. مش هاخد الطرف زي الغرزة المقلوبة، لأ باخد الطرف كده واروح داخله في النص من هنا كده، انا ببقى دخلت في نص الغرزة. الباسكت او الباسكت ويف بتكون ماشية على اعداد، لازم امشي على الاعداد. خلينا ان احنا مش بنعرف نعمل الحركة دي، هروح اعمل الخيط كده لقدام، اخد الغرزة كأنها غرزة بسيطة طرف بس كده، وبعدين اخد الخيط في ايدي تمام واسحب. طبعا الخيط بيكون قدامي، ولكن الاسرع والاسهل ان انا الف على الابرة لفة، اخد طرف الخيط انزل اللفة دي واسحب. طبعا المناسب ليكي نفذيه. غرزة عدلة، طبعا في نص الغرزة بدخل كده تمام. لو خدت طرف كده بس ودخلت في الفراغ ده انا عملت الغرزة، لان انا كده دخلت في نص الغرزة تمام. لما بتنتهي بغرزة عدلة، انتوا طبعا شفتوا الشكل لما يكون غرزة مقلوبة، ولكن لما بتكون غرزة عدلة بروح اخد الطرفين دول مع بعض عشان الشكل بتاعي يكون شكله نظيف كده، لفة بسحب وبرتفع سلسلة وبعدين بسحب كل اتنين مع بعض. شايفين دلوقتي اتكون معايا اللي هو غرزة عدلة واللي هو غرزة مقلوبة، والاتنين بقوا باينين كده وواضحين. غرزة مفرودة شكلها كويس، وسر الفردة مش ان انا باخد غرزة او غرزة تانية معاها مختلفة، ولكن انا خدت من ظهر الابرة، استخدمت ابرة ضخمة عشان طبعا بتسألوا بعدين على الحاجات دي، استخدمت ابرة ضخمة والخيط نفسه ضخم، فاستخدمت ابرة اضخم من الخيط اهو. لو جيت قست كده الخيط هلاقيه الابرة دي اضخم نمرة، ولو عندك نمرتين كمان يبقى احسن تمام. ولكن احنا بنستخدم ابرة اضخم من رقم الخيط مرة واحدة بس عشان الغرزة المقلوبة تبرز، واظن هي دلوقتي بارزة زي ما انتوا شايفين. حاجة كمان لازم تعرفوها، انه زي ما الغرزة دي بتمشي على اعداد، بتمشي كمان على اعداد مش بس في البداية ولكن كمان في عدد الاصفف. دلوقتي انا هشتغل كام صف؟ هشتغل زي ما انا احب، يعني انا عاوزة دلوقتي الاصفف دي تكون تلات اصفف بس. في الغرزة اللي انا عاملاها سلفا عشان اوريكم عليها دي، انا اشتغلت اربع اصفف او خمسة، وبعدين ابتديت ان انا ابدل. التبديل هو اللي بيعمل لي شكل الغرزة بتاعتي. نفهم الاول العدد وبعدين نروح للتبديل. كل انا هعمله دلوقتي انه اللي هو غرزة مقلوبة او عدلة هشتغله زي ما هو، يعني هدخل كده في الغرز اللي هو غرزة مقلوبة بنفس الاسلوب، اللي هو غرزة عدلة بنفس الطريقة، مفيش اي اختلافات ولا اي حاجة انا سستمتها او حددتها في الصف الاول بس. وادي الغرزة عدلة. ارتفاع سلسلة، شايفين المنظر بدأ يبرز ازاي؟ غرزة عدلة، غرزة مقلوبة، غرزة عدلة، غرزة مقلوبة لحد نهاية الصف. زي ما انتوا شايفين لما كمان بوازي بداية زي نهاية الصف، بالذات لو انا هعمل كوفية او بلوفر بحتاج الحركة دي جدا، لانه الصف ما يكون متوازي كده وشكله حلو هتفرق معايا قوي في المنظر. اهو منظر متوازي وشكله حلو قوي، بالذات لو كوفية مش هينفع ان هي تنتهي بغرزة مقلوبة وتبتدي بغرزة عدلة، هيبقى فيه تعريجات كده وشكل الكوفية مش مظبوط، فلازم قوي تحرصوا في مسألة العدد. دلوقتي بقى هنيجي لمرحلة التبديل. انا اشتغلت 3 اصفف وبعدين هبتدي ان انا ابدل. يعني ايه بقى ابدل؟ يعني هروح دلوقتي اشتغل اللي هو غرزة عدلة هعمل فوقيه غرزة مقلوبة، واللي هو غرزة مقلوبة هعمل فوقيه غرزة عدلة. ده التبديل اللي انا اقصده. زي ما انتوا شايفين هنا هو ده اللي بيكون لي شكل الغرزة او المربعات اللي بتحسوا ان هي في كل ناحية شوية دي، وبتيجي فوقيها تلاقوا العكس. دلوقتي بقى هعكس غرزة مقلوبة، يبقى لف على الإبرة لقدام، طرف السلسلة أنزل اللفة وبعدين بسحب. دي طريقة أنا بفضلها، مش بفضل الطريقة التانية لأن هي شوية بطيئة. تمام، اللي هو غرزة مقلوبة ده بقى دلوقتي هشتغل فيه غرزة عدلة.
لاحظوا ان المرحلة دي هي المرحلة اللي ممكن تتلخبطي فيها، فخليكي ماشية يا اما مع الشكل يا اما بالاعداد يا اما بالاتنين مع بعض على حسب ما هتفتكري. لف على الابرة لقدام وهروح اخد طرف السلسلة اهو، انزل اللفة باخد طرف واحد من ورا، مش باخد اطراف طالما هي غرزة مقلوبة. لاحظوا حاجة، شايفين الفراغ اللي ما بين كل غرزة والتانية لما بتكون مختلفة؟ لما باجي اعكس الفراغ ده مش بيكون موجود، شايفين كأنه بيتقفل. ودي على فكرة الغرزة دي تعتبر من الغرز المتماسكة، لان هي فيها غرزتين، الغرزتين دول سلفا مقفلين قوي، واحنا عارفين الكلام ده من قبل. ولو لسه بتشرفونا لاول مرة اعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وفعلوا جرس الاشعارات وشوفوا الفيديوهات السابقة من غرز تعليم التونسي، هتفهموا احنا بنتكلم على ايه بالتفصيل. ولكن في الفيديو ده مش هيفوتكم اي حاجة، سواء لسه اتعلمتوها او ما اتعلمتوهاش هتبقوا برضو فاهمين معانا احنا بنعمل ايه. لف على الابرة لقدام، ادي طرف السلسلة، كأني هعمل غرزة بسيطة، ولكن المرة دي اللي بيفرقها عن الغرزة بسيطة ان بنزل طرف اللف على الابرة ده، فبيعمل معايا غرزة مقلوبة. طبعا هناك او تحتيها كنت باخد الصف كامل عشان المنظر، ولكن لو انا اخدت الصف كامل كده اخليت بالمنظر بتاع الغرز المقلوبة هتبان ان هي بس كأنها ثلاثة. فبعمل ايه؟ بكمل نهاية الصف كأنها غرزة مقلوبة للنهاية. طبعا غرزة مقلوبة لوحدها كنا بناخد الصف من اليمين ومن الشمال عشان نوازي، ولكن دي غرزة مختلفة تماما. حتى لو احنا خدنا الغرزتين دول من قبل فدي غرزة غيرهم خالص. خدت الطرف نزلته وعملتها كأنها غرزة مقلوبة، شايفين دلوقتي المنظر اكتمل ازاي. بعدين برتفع سلسلة وبسحب كل اتنين مع بعض، ده التبديل اللي قصدناه. دلوقتي بقى اصبح فوق كل غرزة غرزة تانية عكسها تماما، ده بقى اللي بيكون لي شكل غرزة الباسكت. اصبح دلوقتي فوق الغرزة العدلة غرزة مقلوبة، ولكن لسه مش ظاهرة قوي. اللي بيخليها تظهر عدد الاصفف اللي عملته تحت هعمله فوق، يعني تلات اصفف زي التلات اصفف اللي انا عملتهم من قبل. فكل واحدة او كل شكل بيكون اربعة، طبعا ده عدد مش ثابت، انت ممكن تغيريه زي ما انت عايزة. بعدين غرزة عدلة، جهزوا نفسكم في غرز كتير وكلها تنزل ورا بعضها. ده كده دلوقتي اصبح غرزة عدلة، وده اصبح غرزة مقلوبة. كل انا بعمله ان انا بشتغل فوق الغرز اللي انا حددتها او عكستها بالمعنى الصحيح، بشتغل فوقيها عدد اصفف نفس عدد الاصفف السابق اهو. الغرزة دي سهلة، كل اللي فيها ان انت بس تمشي على الاعداد. وقت ما مشيتي على الاعداد كل حاجة بتبقى مظبوطة وسهلة جدا. طبعا الغرزة دي تقدري تعملي بيها حاجات كتيرة جدا، من اول بورتفيه شنطة، تقدري كمان تعملي بيها بطانية، تقدري تعملي بيها ايس كاب، تقدري تدخليها في بلوفر، تقدري تكون هي البلوفر بحد ذاته، فمتنوعة قوي. وحتى في الجاهز يعني كتيرة كتيرة بشكل مش طبيعي، فالغرزة دي تقريبا يعني بنشوفها اكتر حاجة. دلوقتي برضو هرجع ابدل، يعني ببدل كل تلات اصفف وبغير الغرز ما بين كل اربع غرز. دلوقتي هعكس تاني فهشتغل غرزة عدلة هنا وغرزة مقلوبة فوق العدلة. تمام، ادي اربعة عدل. ما تنسيش ان انت بتعدي اللي على الاطراف سواء يمين او شمال، بتحسبيهم من ضمن العدد. لف على الابرة وبعمل فوق العدلة غرزة مقلوبة. على ما اعتقد الغرزة دي سهلة بسيطة جدا، وفعليا لو كنت مبتدئة هتستمتعي جدا بيها، محترفين هتدخلوها في حاجات كتيرة وهتتبسطوا بالنتيجة. ترى نشتغل صف هنا، شايفين لفة على الابرة طرف السلسلة، انزل اللفة
واسحب غرزة عدلة، بدخل على طول في نص الغرزة، اختفاء سلسلة، وبسحب كل اتنين مع بعض. طبعا حاسين ان في اختلاف رهيب ما بينها وبين الخيط التاني، ده خيط اقطان والتاني خيط سلسلة قطن، فالشكل بيكون مختلف شوية. بس لكن احنا احيانا بنحتاج الغرزة تكون مسطحة كده ومش باين فيها غير بس ان هي كأنها قماشة معرجة، واحيانا بنحبها تكون سميكة وضخمة. ممكن ان انا استخدم ابرة اصغر وهتديني تأثير بارز اكتر من كده، ولكن انا حبيت الابرة المتوسطة دي مع خيط متوسط. دلوقتي عايزة اقفل الغرزة بتاعتي. طبعا هي شكلها زي ما انتم شايفين ومفتوحة كده، فما فيش اي رول فيها يسكر يعني، فعايزين نقفلها. اخر صف هنا كان غرزة عدلة، غرزة مقلوبة، غرزة مقلوبة، غرزة عدلة، وهكذا. فبطريقة الغرزة واعمل منزلقة في نفس اللحظة، كل غرزة اشتغلها بطريقتها واعمل فيها منزلقة بعد ما اخلص. دي غرزة عدلة، بطريقة الغرزة دي غرزة مقلوبة، وادي غرزة عدلة. اخر حاجة بروح على الجانب كأني شغالة فعليا في الغرزة. ايه رأيكم؟ غرزة رهيبة فعليا، هي غرزة عدلة وغرزة مقلوبة، ولكن مع بعضها كده اسمها غرزة الباسكت او الباسكت ويف. شايفين شكلها حلو ازاي؟ خيط سميك، خيط خفيف، او حتى خيط معاد الاستخدام في التلاتة، فظيعه وجميله جدا وتصلح لحاجات كتيره. انتوا ايه رايكم؟ عجبتكم الغرزه؟ يا ترى بتفكروا تدخلوها في ايه بالظبط من الحاجات اللي احنا قلناها، او حاجه مختلفه خالص انت بتفكري فيها للغرزه دي؟ كده فيديو النهارده يكون خلص، عملنا فيه غرزه الباسكت ويف او غرزه الباسكت. كل اللي نعرفه او طلعنا بيه من الفيديو ده ان الغرزه دي بتمشي على اعداد، بتتكون من غرزتين مع بعض، بتديني اسم غرزه ثالثه تماما. الغرزه دي ليها وش وظهر. استنوني الفيديو الجاي هنعمل نفس الغرزه ولكن على حاجه ميني خالص، على اساس ان احنا نفهم شكل مختلف لنفس الغرزه، ودايما بنتلخبط فيه، ويا ترى هو غرزة باسكت او لا، وايه الغرزة دي تحديدا. المرة الجاية هنفهم اكتر عن نفس الغرزة ولكن بشكل مختلف. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. لو عجبكم اللي احنا عملناه النهاردة، لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وفعلوا كمان جرس الاشعارات عشان يوصل لكم كل حاجة جديدة بنعملها. مع السلامة، باي.